أحمد الله بمراكز الشيخ محسن أبو نشطان العملية قمنا بالخروج إلى محافظة الحديدة لمواكبة الأحداث التي تجري في هذه المرحلة، ومنها العمليات التي تقوم بها أبناء القوات البحرية. هذا العمليات التي ترفع من شأن الشعب اليمني، ونقول لإخواننا في فلسطين لستم وحدكم، بل نحن معكم حتى آخر قطرة من دمائنا. ورسالتنا إلى أعداء الله، والله أننا هذا الجيل الذي سينكل بكم أشر التنكيل، وبأمريكا وبإسرائيل. الحفظ المعلومات، الكمبيوترات والمعلومات عن السفينة بشكل عام. رسالتنا للعدو الأمريكي الإسرائيلي أنه مهما حصل من تحديات في البحر الأحمر، ومهما عمل من أجراءات تعسفية ضد القوات البحرية اليمنية، فهذا لن يخيفنا ولن يرهبنا ولن يوقف من عزمنا وصلابتنا تجاه موقفنا تجاه القضية الفلسطينية.